ما بنلاقي العيله مقفوله بنقعد نسال عليه، والناس بتجيله كتير ويطلبوها على التليفونات وكده يعني. الشارع كله زعلان عشان الدكتور احمد عمر راجل محترم وجارنا، ما اتاخرش على مساعده اي حد في اي وقت، كان بينزل له لو حد تعبان في الفجر في اي وقت كان بينزل له. والمعروف عنه اللي هو راجل طيب وراجل محترم ويقف جنب الناس. طبعا ده حاجه يعني شيء لا يصدق عقل. الناس كلها 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 زعلانه، كبير وصغير، عشان لانه كان يعتبر ابو الغلابه، مش دكتور الغلابه، ابو الغلابه. كذا مريض كان يعدي حتى بعد ما توفى، كذا مريض كان يعدي عليا هنا يقعد يترحم عليا ويقول لي انا كنت بتابعه على الواتس وكان بيكتب لي العلاج من على الواتس ويشوفنا انا عايز ايه، ما بيتاخرش عن حد. شفت الناس كلها بتترحم عليه، حتى الغلابه بقول لك المرضى. انا جار الدكتور احمد يعني ابا عن جدا، يعني احنا متربيين مع بعض. يعني هقول لك ايه عليه، يعني انا لا ازكي على الله، يعني ما شاء الله عليه انسان محترم جدا، وربنا يجعل اللي كان بيعمله في ميزان حسناته ويجعله من اهل الجنه بامانه. يعني احنا يعني مهما اتكلمنا عن الراجل ده مش هنوفي حقه، وده مثال يعني للطبيب بالانسان اللي بيحس بالغلابه. يعني انا كنت قبل ما اقول، يعني انا ما كنتش بطلع له، هو كان يقابلني تعالى يا محمد انت شكلك تعبان، انت تعالى حل، انت تاخد، انت بتاخد ايه؟ انا عندي السكر بالضبط، لا يبقى اطلع لي، اقول له ماشي يا دكتور. وحتى التعامل معاه، يعني انا طلعت كانسان انا كنت بشتغل له، اقول له مثلا دي ب 10 قروش يقول لي ماشي، والخمسه دول العمال اللي عندك. يعني في الوازع الانساني، يعني بجد بجد، يعني في لله كتير.